بشكل جيد، ويوسف أنور يسجل الهدف الأول لصالح فريق اتحاد طنجة، هدف يمكن قول بأنه جميل بعد ما كانت تبديلة ثلاثية. فريق حسين تقدير مباشرة بعد هذه المحاولة هجمة كانت من خلال هذه الضربة الثابتة، وشاهدوا الارتباك مرة أخرى أمين صديقي وكذلك ياسين رمضان في المحاولة الأولى والثانية، كان قريب من التسجيل لكن تبقى النتيجة هدف لصالح فريق اتحاد طنجة. We'll be right back.